هاي مرحبا، اليوم معاكم ياسين في كوريا. في فيديو اللي انا كنت عاملة فيه الميك اب بتاعي وريت كل ضوافر بتاعتي، هعمل معاكم النهاردة ريفيو عن ضوافر. هي مفروض انا مش هعمل حاجة بنفسي، هي بتكون يعني زي باكج كده، هوريكم هيكون في شوت، هتكون كلوز اب وهنشوف شكلها عامل ازاي. هعمل المهم النهاردة ريفيو عن نيلز، يعني ضوافر للايد. المفروض ان هي ضوافر يعني بتتحط لما نكون مستعجلين عايزين نعمل ضوافرنا، وبتكون اشكالها واسعارها مناسبة جدا. هنشوف الاول مع بعض على طول، هيكون في كلوز اب هوريكم البرودكت شكله عامل ازاي وايه اللي خلاني اصلا استخدمه من الاول. فيلا بينا، ليتس جو. ايه اللي خلاني بقى ابدا الموضوع ده؟ زي ما انتوا شفتوا في الفيديو اللي قبل كده، انا متجوزه وعندي بيبي، فلما كنت حامل انا بحب على طول ان انا يعني يكون في حاجه على ضوافري، مش بحب اسيبها بلين كده، فدايما بحط حاجه على ضوافري. ولكن لما كنت حامل ما كانش طبعا ينفع، عشان يعني بيكون ده مش كويس للبيبي. فمن ساعتها ابتديت اعمل الموضوع ده، ان انا اركب نيلز بتكون فيك نيلز. وافتكرت انا اصلا مش بحب اي حاجه فيك، لكن في كوريا لقيت البرودكت ده، قلت طيب واي نوت، ليه ما اجربش. وفعلا لما جربته لقيت الكواليتي بتاعته كويسه جدا يا جماعه، وبيقعد تقريبا على الضوافر. يعني هي فيك نيلز بس بتفضل ثابته على ضوافري الحقيقيه لمده تقريبا اسبوعين. يعني انا جربت استخدمها كتير جدا، وكانت تقريبا الفتره اللي هي بتثبت فيها بتقعد معايا اسبوعين من غير ما تقع. بعد الاسبوعين بقى بتبتدي يعني تقع من مكانها او كده. تعالوا الاول يلا نشوف نركبه ازاي واشكالها بتكون عامله ازاي. طيب هي بتيجي كده، هعمل انبوكسنج معاكم ونشوف. بتبقى في اشكال كتيره طبعا، يعني مثلا في شكل بينك زي كده، في نوع تاني ده بيكون لضوافر الرجل. النهاردة انا هجرب النوع ده، عشان يعني في الويك اند انا هلبس هدوم مش فيها الوان، فمش عايزة الضوافر تكون فيها الوان كتيرة، فاخترت لون ما فيهوش اشكال كتيرة، يعني لون فيه فصوص بس. العلبة بتتفتح كده زي ما انتوا شايفين، هي النيلز جاهزة، عليها اشكال، عليها ديزاينز. انا الاول هفضيها كلها هنا. اوكي، ودي بتكون زي ما انتوا شايفين، يعني النيلز مش بتكون جاية 10 بس على قد الضوافر، لا بيكون جاي معاها شوية زيادة، عشان مثلا لو واحد وقع او حاجة يكون في ريبليسمنت لي، يعني اقدر ان انا اغير الضفر اللي وقع. يكون في كمان زي ورقة صغيرة داخل فيها مبرد صغير، وداخل فيها دي عشان نظبط بيها الكيوتيكلز بتاعت الضوافر. وكمان بيكون فيها شيت صغيرة بتاعت الكحول، ورقة الكحول. الورقة الكحول دي بنبتدي بيها الاول، بان انا بنضف كل الضوافر. المهم عايزة اقول لكم حاجة، ان قبل لما بستخدم الضوافر دي اهم حاجة ان ما يكونش في اي حاجة محطوطة على الضوافر، يعني ما كنش حاطة اي مانيكير، ما يكون الضوافر ما عليهاش اي حاجة. وبعد كده بنضفها بورقة الاسيتون دي. طيب نضفنا كل الضوافر بالورقه بتاعت الكحول اللي معايا. هبتدي بعد كده اعمل ايه؟ هشوف السايز بتاع الضوافر اللي ماشي على ضفري. وهي على فكره كمان بيكونوا مسهلينها ان هم كاتبين ارقام، مش عارفه هتكون باينه على الكاميرا ولا لا. يعني مثلا مكتوب هنا نمبر 2، نمبر 2 ده يعني قصدهم الضفر اللي هو رقم 2 من الناحيه من هنا، فهما بيبقوا كاتبين لنا ارقام بحيث ان احنا يكون سهل علينا نعرف السايز ايه. يعني الضفر زي كده، ده شكله من بره، من جوه بيكون فيه ورقه بلاستيك. هوريكم اللوك في الاخر، في الاخر هيكون عامل ازاي، بس خلونا نحط الضوافر الاول ونشوف. لو انتم شايفين هنا دي بتكون ماده اللي هي بتلزق على الضوافر، واي ثينك ان هم في كوريا بيستخدموا مواد بتلزق كويسه جدا لانها بتكون خفيفه، يعني مش بتخلي الضفر باين ان هو فيك وطالع تخين لبره، سميك يعني لبره، وفي نفس الوقت مش بتقع. يعني بفضل احطها اسبوعين ومش بتقع خالص، حتى لو بستخدم ميه باخد شاور بعمل كل حاجه. الضوافر بصراحه ما شاء الله على البراند، يعني مش بتقع خالص زي كده. واو، نو يبدا نو يبا. اوكي
شوفوا يا جماعة ده شكل الضوافر في الاخر، ايه رأيكم؟ وشوفوا انا عملت العشر ضوافر واتبقى كمية زي كده، فدول بيكونوا زي معانا سبير. لو في ضفر منهم وقع ممكن ببدله بالسبير اللي فاضل، وبيكون في غطا مع العلبة بخليها معايا في شنطتي لو انا مثلا خارجة، بيكون سبير لو حصل اي حاجة، مثلا ضفر وقع كده او كده ممكن بحط واحد زيادة بدل اللي وقع. قولولي ايه رأيكم؟ ده شكل الضوافر في الاخر، قولولي رأيكم ايه. وكمان ساعات برضو انا بعمل حاجة، يعني ممكن لما بجيب الطويل ده لو حاسة ان هو طويل قوي عليا ممكن بظبطه بالمبرد ده، بظبط على السايز اللي انا عايزاه، فممكن بنقدر نظبط الضوافر زي ما احنا عايزين. بس انا عامة يعني شخصيا بحب جدا، انا بقيت احب ان انا استخدم الضوافر دي. هو في العادي بصراحة انا بحب ان انا اروح النيل شوب وبعمل ضوافر بتكون المفروض ان هي اسمها جيل نيل، بتقعد شهر كامل على الضوافر، لكن للأسف يعني مع موضوع الكورونا برضو، وساعات لما بكون مش فاضية عشان الشغل ما فيش وقت ان انا اروح الشوب وان انا اقعد ساعة او ساعتين في المحل عشان اعمل ضوافري، وبكون عايزة حل بسرعة، جاتلي مثلا مناسبة بسرعة وعايزة اظبط ضوافري، بشتري دي بالظبط في دقيقة، وزي ما انتوا شفتوا بتتحط يعني عشان اظبط السايز والزقهم كلهم. بجد الموضوع مش بياخد اكتر من 5 دقايق، فبجد بجد بجد يا جماعة برشح لكم لو اي حد جه كوريا او بتفكروا تيجوا كوريا، برشح لكم جدا موضوع الضوافر دي، لان انا عن نفسي استخدمتها شخصيا، وبتقعد فعلا وقت طويل مع الشاور مع استخدام المية، حتى بتقعد حوالي اسبوعين. وكمان عايزة اقول لكم حاجة، الويب سايت بتاع صاحبتي ناس كتير عمالة بتسألني، الويب سايت اللي هيكون عليه كريم برودكتس وهيكون عليه ميك اب كوري ومثلا الضوافر والحاجات اللي بتعجبكم دي، الويب سايت يا جماعة هيفتح تقريبا على شهر 7 او شهر 8 بالكتير. دي كانت حلقة النهاردة، حلقة خفيفة وسريعة، حبيت ان انا اوريكو اشارك معاكم التجربة الحلوة دي مع برودكت انا عن نفسي بحبه، وبيكون زي ما انا قلتلكوا في اشكال مختلفة، وبيكون في للايدين والرجلين كمان، والموضوع بيكون سهل وبسيط، فحبيت ان انا اشارك معاكم البرودكتس الحلوة اللي انا بستخدمها عامة. اشوفكم الحلقة الجاية ان شاء الله تاني مع ياسمين من كوريا. ما تنسوش لو انتوا لسه بتشوفوا الفيديو لحد دلوقتي وعملتوش سبسكرايب او عملتوا لايك على الفيديو، يلا بسرعة روحوا اعملوا لايك على الفيديو وشوفوا الفيديوهات القديمة، واعملوا سبسكرايب على الشانل، واشوفكم تاني ان شاء الله مع ياسمين من كوريا. باي باي، مع السلامة، تعبتوا منا يا باي باي.